كابتن علاء أضعنا في السهل النهارده. إذا جاءت رياحك إيه؟ تغتنمها. رياحك جت النهارده بكل الطرق اللي أنت تتمناها فوق ما تتخيل. صحيح. مفيش النهارده أتحدى لو في واحد توقع في جماهير النادي الأهلي وفي الجهاز الفني واللعيبة توقع ظهور رجاء بالمستوى ده. كان توقع السيناريو بتاع المباراة كلها. أيوه. سيبك من الظهور بتاع الرجاء. سيناريو المباراة خلال المباراة نفسها قمة الغرابة اللي في الدنيا. عمرك ما هيحصل معاك كده. شوط أول كنا لازم يطلع 4-5 طلعت 2-1. الشوط الثاني هو بدأ إلى حد ما متماسك. بعدين دقيقة 60 طرد بنالتي ضاعت بيلعبوا ناقص وخلاص على كده تقريبا أنت متسيد المباراة تماما من الدقيقة 59. كم الفرص اللي ضاع غريب جدا. يعني في حاجات الحارس تعامل معاها كويس وهي حاجات بسيطه، وفي حاجات يا ايمن لازم التعامل معاها يبقى احسن من كده. التعامل مع المباراه بعد الدقيقه 60 كان لازم يبقى اهدى من كده واحسن من كده. لازم كانت تبقى كل هجمه بهجمه. موضوع التسديد ده كان لازم يبقى يهدى شويه. انت كان عندك وقت تعمل كل حاجه النهارده. سيبك من اخطاء النهارده، اللي حصل النهارده مش هيحصل تاني مع الرجاء، مش هيحصل معاك انت. يعني الاخطاء اللي حصلت النهارده والفرص الكتير قوي ضاعت دي النهارده مش هتتكرر. والرجاء على الجانب الاخر مش هتلاقيه بنفس المستوى ده، استحاله يا ايمن. يعني لو جبت ماتشات الرجاء في الدوري او في افريقيا مش هيبقى بالشكل ده. احنا كنا اجمعنا وحللناهم قبل المباراه، ظهورهم بالشكل ده وانت متسيد المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه مع بعض الدقائق بس البسيطه، كانت لازم النتيجه النهارده كانت لازم المباراه تحسم تماما تماما. لكن كده صعبت ماتش العوده علينا جامد. صعبت خالص. لا انت بالظبط. هي احنا قلنا ايه اما 120 دقيقه يعني الشوط الاول انتهى النهارده. الشوط الاول خلص ليك انت 2-1. في الشوط الثاني في الرجاء مظبوط عندك فرصك وعندك حظوظك وعندك كل حاجه وعندك هتتعامل ازاي مع الفريق والضغط الموجود هنا والموجود هنا. اللي هيفرق بس في حاجه واحده ان ده ملعب وجماهير. يعني الجماهير بتاعه الرجاء شرسه جدا فوق ما تتخيل. صحيح. والملعب انت عندك لعيبه عندهم الخبرات الكبيره قوي في التعامل مع الموضوع ده. زي ما بقولها هفضل اقولها طول عمري، ان الجماهير مش تنزل الملعب. يعني انت شايف ان الحظوظ تبدو متساويه حتى في ماتش العوده؟ اكيد مفيش مشكله خالص. بل انت كمان انت احسن. هو لسه بيدور على هدف والتاني ايوه وما يستقبلش هدف. انت لا، انت بتلعب بتدور انت لا، هو لو جاب هدف خلاص ماشي. ماشي مع هدف هيجيب هدف. هل انت مش هتهاجمه خالص؟ مش هتقلق خالص؟ لا ده بالعكس، انا كده بالعكس. طيب هو برضو الضغوط كتيره عليه. خد بالك يا ايمن، ضغط الجماهير نفسها وضغط ان هو عايز يكسب دي لوحدها ضغط جامد جدا. انت على الجانب الاخر لا ماشي، النهارده مباراه كسبتها باخطائها بالحاله اللي عمرها ما هيحصل فيها الرجاء، كنت لازم تستثمرها كويس جدا جدا جدا. مفيش حد النهارده خارج من استاد السلام مبسوط، لان النهارده انت عندك فرصه نادرة لما تحصل. ما حصلتش معاك ايام بالطريقه دي. صحيح. لو رجعت لورا كده بكل المباريات اللي عملتها في التصفيات، المريخ والهلال السوداني مع احترامي الكامل ليهم ما ظهروش بالمستوى ده. ما لقيتش كم الفرص دي، ما لقيتش كم المساحات دي، لا كم الاستحواذ ده. لا انت النهارده كل حاجه كنت تتمناها. انت قبل المباراه ايمن لو تخيلت وسرحت مع نفسك كده قلت يا سلام لو اقدر استلم واجيب جول واتحرك ولا مساحات ولا ده لقيت. لقيت كل حاجه. أيوة. ولقيت ضربتين جزاء ولقيت طرد. أيوة. ده النهارده لا، النهارده كل حاجه انت مش متخيلها حصلت. عشان كده النتيجه مش مرضيه لينا كلعيبه، عشان كان عندك فرصه وفرصه كانت حلوه قوي النهارده. كنت ممكن 3-4 وكنت ممكن تخلص المباراه تماما النهارده. كان بلال كان قالها قبل كده، النهارده كانت الفرصه دي تحقق الكلام ده. لان كل حاجه كانت موجوده النهارده في الملعب، مساحات موجوده والزياده العاديه موجوده وانت ضاغط وبتضيع اهداف. لكن اللي يعاب على لعيبه النادي الاهلي اخر نص ساعه كان في نوع من الاستعجال الغير مبرر. مفيش. المشكله دي كان لازم حد في الملعب بره الملعب، لازم الهجمه تبقى هجمه زي ايمن. ناس مستناكم مرصوصه. مظبوط فاهمني. ابدا والمشكله ان هم زي بعد فترات الشوط الاولاني. لا استنى، ان هم مرصوصين. ومع هذا في انفرادين لبيرسي تاو. مظبوط. يعني حتى الوقفه الدفاعيه بتاعتهم غلط. يعني واقفين بيدافعوا لكن واقفين غلط.
يعني بيرس ده النهارده فيها هدفين في الشوط الثاني في البينيات مفيش مزبوط. يعني موجوده الاثنين موجودين. التسرع اللي حصل في التسديد ليه متسرع ليه؟ لازم عشان كده احنا دايما بنتكلم بنقول لازم حد في الملعب اهدوا. الهدف هيجي بس هيجي بهدوء، انك ازاي توصل للمكان المؤثر، ازاي توصل الكره لاحمد عبد القادر في الحته المؤثره واحد على واحد. الموضوع مش موضوع كره السطح على الفاضي او مش موضوع تسديد غير مبرر. طب هل ركله الجزاء المهدره اثرت شويه؟ ماشي بتحصل اثرت لكن انت عندك وقت كبير لسه وانت زايد عدديا. يعني ضربه الجزاء ضاعت بتحصل على فكره في كل العالم، مش مع عمرو السوليه، عادي جدا بتحصل. لكن الفرق الكبيره وانت اكبرهم وسيدهم زي ما اتكلمنا، سيد افريقيا زي ما نقول، عادي جدا بنالتي ضاعت. لكن انت ما زال انت الاحسن، وانت زياده عدديه عندك انت، وانت مستحوذ على اللي راكب الجيم على الجيم تماما. هو كل بيعمل بس بيحاول يضيع وقت بفاول باوت بكره طويله، ومع هذا ضيعهم فرص في الشوط في اخر الشوط الثاني. كان ممكن بقى ده هنا الامور كانت بجد اتقلبت تماما، كانت بقى اتصعبت يعني بمعنى الكلمه. لكن الشناوي اتعامل معاها الحاجات دي برضو بهدوء بقى خالص، مش النهارده ولا بكره، لازم تركز فيها بقى حاجتين: استعجالك عشان تخلص الكوره بسرعه، ووقفاتك الدفاعيه اللي مش لازم تحصل هناك، ان الموضوع هناك هيبقى مختلف تماما. لازم اللعيبه تبقى عارفه ان المنظر بتاع النهارده ده مش هيظهر بيه الرجاء على مدى التاريخ، مش هيظهر بيه ايمن تاني النهارده. عشان كده بقول لك الرياح جات لك، كنت لازم تغتنمها احسن اغتنام، تكسب النهارده مباراه مع فريق قوي بنتيجه اهداف عاليه جدا، تسافر المغرب وانت مستريح تماما على المباراه اللي هناك. لكن خلاص المباراه انتهت، خلصت بقى بحلوها بمرها زي ما نقوله، مفيش كلام النهارده ولا بكره كمان، تبدا تتحضر للمباراه ان شاء الله القادمه، وعندك وقت كويس جدا، عندك راحه كويسه، وعندك اعداد كويس لحد المباراه القادمه ان شاء الله. تبدا تشوف هتلعب ازاي، افراد تلعب ازاي، طريقتك ازاي، هو ده اللي صح. بس ارجو ان التعامل مباراه يبقى بهدوء مش بعصبيه خالص. انا مش رايح عشان ادافع على الهدف خالص، انت في الاخر اسمك النادي الاهلي. هو برضو عايز يكسب، بس هو قلقان لان هو عارف ان انت عندك عناصر مؤثره جدا جدا جدا. صحيح.